ديل الآن ناس موجودين وقاعدين الآن منظمين، بل عندهم واحد داعية اسمه محمد علي الجزوري، ناس داعش في الطائف هنا. شفت اسمه شنو؟ الأمم المتحدة القديمة، الشارع اسمه عبد الله الطيب، مين بيجاي تخلي اللي هو الأدلة الجنائية؟ أنت جاي بشارع بيت ختم تلف يمينك، شارع تخش شباب وشرك. ده عنده قال مركز بتاع تنمية بشرية ولا حاجة زي دي، دكتور محمد علي الجزوري، وشغال طالع في المنبر رابط له عزبتين سود وبأيد في ناس داعش، وأن من قتل منهم قال إذا قال الزول إذا قتلوا الكافر العادي إنه الشهيد ينال أجر 70 حورية، قال اللي بيقتلوا الأمريكي ده عنده قال 140 حورية. أيها المجاهدون في دولة العراق والشام، لا يصلين أحدكم التراويح إلا في بغداد. إن من قتلته الرافضة ومن قتله المرتدون له 72 حورية ويشفع في 70 من أهله، لكن من تقتله أمريكا ويصطاده الصليبيون له 144 حورية ويشفع في 140 من أهله. بنات أهلك بتعري سنين، انت بتعقد لين انت كويس؟ لعب بالدين. ده قال بتاع داعش، بأيد داعش فوق في المنبر، اسمه محمد، دكتور محمد علي الجزولي، فوق في المنبر بأيد ناس داعش وداعش تمام، وهو مرطب في الطائف في أرقى الأحياء في السودان، في أرقى الأحياء. انت لو راجل ما تمرق، ما عارف الشارع، انا اوريك له، اوريك الدرب، تمرق لناس داعش، عرفتها؟ امش امرق، انت ما تمشي تكاتل معاهم، تقعد هنا في السودان وجنبك بيجاي امواج، بيجاي اولاد ام درمان، وبيجاي ما عارف عصاير شنو، وبيجاي ايس كريم شنو، وضارب ومستمتع ومتكيف، والهوى الفريون ضاربه، ومما يضربه الهوى بيجيب له ضلالات وبدع جديده، وداعش فوق ويأيد فوقهم. انت قاعد في منبرك ده وقاعد في مكيفك ده، داعش دي بتكون كعبه كيف؟ انت ما تمرق بره هناك، امشي يودوا شباب المسلمين، فهمت؟ ده الناس قاعدين بيجاي ضلال، وفي النهايه زول محمد علي الجزولي دي وهمه منه ساكت، وفي النهايه زول عقيدته نفس عقيده الترابي. احنا عندنا له كتاب، الزول ده نفس عقائد الترابي، عدم الايمان والطعن في السنه، وانا حاضر له درس في ابو ادم هناك جنبنا، يعني كان يوم سبت قال يجيك الباني وما الباني، قال الحديث دي انا بقعد فيها ساعتين بديك فيها دوره بتعرف الصحيح من الضعيف. والله يا احمد علي الجزولي ان قفلوك 20 سنه ما تعرفها، 20 سنه انت ما تعرفها، عرفتها؟ انت قال الشغله دي ساكت ها ومغشوش، فهمت؟ وعامل فوق الواد دكتور وما فاهم، ويرفع في المفعول به وينصب في الفاعل ويجر في المضاف وبيعمل في شغلات عجيبه ذاته، زول جاهل ساكت، غنم الله في ارض الله. لكن للاسف الشديد الاعلام ما بيرفع اي زول، زي ما قال الشاعر: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس.